رجعت عمان. على حمود. ايش القرع هاي؟ هذا نيو بوك. هذا ليس اليولو. ورجيم ورجيم القرع قرع. اكيد. يا عيني على الصابونه. انا معلم انا هيك يعني دائما اصلا. اسمع حمودي، بس هي نيولوك. انا جايك بموضوع اهم من قرايتك. بدي اسيطر على تحدي، بتساعدني يا كسنت؟ والله صعب، لانه صعب تعدو نفس مولده. ناجي، لا ما تغلط بناجي لو سمحت. ناجي مسكين بضلهم يطلبوا منه انه يعمل معه تحدي. بدي اسيطر عليه خلص، عشان بس انا اعمل مع نفسي تحدي. ابو شروال اللي نازل فيك ما بضرب. ابو الروب اللي قاعد بده يعمل تحدي. ابو سروال لا، نبهته وقلت له ابعد عن التحدي. هو اختصر ابو سروال. والله ما اختصر، اختصر. تعرف هو عارف لو عمل تحدي وبس لخدس بوقع سروال. بس انت برايك اروح احكي لابو الروب ما يعمل تحدي؟ ابو الروب والله برايه اصلا ايش اسمع، قول له الدعس بدعس عليك، نخطفك الكل. ايه كله خليك زرم ولا ايه ما عاش الحبوب من الدعس عليك. لو صمم انه يعمل تحدي قول والله خطا نحلة ودس، وانا معك. عيب على اللي ما يدس. يسعد دينك كزدتي. اسيطر على التحدي قول، معناته ما اخلي ولا يوتيوبر يحكي مع ناجي انه بده يعمل تحدي قول. واول واحد فيهم ابو الرب. كيفك صباح؟ شو الاخبار؟ وين احمد؟ بدي احمد ابو الروب. هي اسمع الزلمه مش بدوش يسكت، بدي يعمل تحدي وما يتصرف. انا عندي حل نفقع وجهه. والله حل؟ ليك تعمل فيني؟ حل؟ يعني حتخليه ما حيعمل تحدي هو؟ يعمل تحدي هو اذا عملت الخطه اللي احنا راح نعملها انه هو يعمل تحدي. شو الخطه يا كبير؟ تعرف تعال كيفك جميل؟ شو اخبارك؟ شو هذا؟ ايش الديزاين هذا الكبير؟ كيف؟ والله يا جماعة انا ورجال بلوزة انت راح تلبسها، اتحداك ما تقول اوه فعليا. هدي اسمع برو من الاخر، اقعد عشان اعرف احكي معك كثير طويل. طول بالك. لا مهوس الموضوع خطير ترى على فكره. اسمع ابو الروب، اختصر تحدي قول. انت صاحبي من 5-6 سنين وانا مو حابب ادسك. انا طلعت بيرات يا جماعه، مش بس شكله مصمم لسه يعمل تحدي قول. انا بورجيك يا ابو الروب. صباح ابو الروب هون؟ لا لا قاعد. افكار حلوه. يسعد دينك اخوي. طب مره واحده بس في شيء ثاني شغال كويس والله. حبيبي الله يرضى عليك، مش بيدي والله. رهيب. مش الي يعني. انسان كويس. حبيبي. افكارك مو طبيعيه. يعني بحاول اكون كرييتيف اكثر. ما عم بحكي معك. ما عم بحكي معك. حاج مات ايش معك؟ والله متصل. هلا والله طيب يا احمد. شفت الديزاين؟ اي ديزاين؟ طبعا. اسمع يا حارث ابدع. كيفك طحن؟ بس هيك استغل. اسمع ابدع حارث. ايش السي اي او؟ ابدع يعني عمل ديزاين. تعرف الصباح يعني فوق ما انا عامل دس على ابو الروب. كيفك طحن؟ فوق ما انا عامل دس على ابو الروب كمان حبيت حمسح ومسح بالديزاين. يا جماعه بدي اعرفكم على دكتور الاسنان ملك التيك توك طحان. طحان لازم تبلش يوتيوب يا كبير. اوكي حلقت صرت شهرين على اليوتيوب طريقنا على الناس. انت يعني انت لا 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 والله اسمع انا ترى لي 3 سنين. طيب جد بس قطعت. طب ما اوكي وكنت اطلع معه الكذاب على فكره. طيب المهم يا اقنعني انا ابلش على اليوتيوب. اقنعك تبلش على اليوتيوب؟ احاول اقنعك. نعم اسمع انت واحد مبدع وبتصور سكتشات، انت بدك تصير ممثل يعني. تمام صحيح. شوف اسمع انت بدك تصير ممثل بس مهما يعني حاولت تكون كرييتيف ما حتوصل زيي. بس انا بعرف. بس اسمع والله نصيحه مني، ادخل على اليوتيوب. حاضر. اذا بتجيب 1,000,000 لايك
ترقبوا قناته لطحان فكرة بتجيب مليون لايك. ماشي بنشوف. مليون؟ مليون لايك؟ اصبر تتحدون اجيب مليون لايك؟ انا بتحداكم اجيب مليون لايك وبلش على اليوتيوب على اساس ان حدا بده انا بلش على اليوتيوب انه اه ان شاء الله بلش اعمل لايك. طيب يا جماعة وصلوا لمليون لايك طب خليها 20,000 لا 20,000 مليون و20,000 خلص ما نزل اخوي غبي بقول له بديش ادسك بديش اعمل معك مشكله بقول له لا بدي اعمل تحدي وغصب عنك والله مش حلو حقك صح والله مش حلو لازم ترجع له ارجع له لا لا خلاص تعال 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 ممكن اعمل معك فيديو تحدي هو اشوفك كنت تضرب احمد ابو الرب ما اقول شو اه عيونك احلى تحدي كثير روح ليش طيب فخت المكتب مش عارف ليش لا دي بتضربوني كلهم يا صبا تعال اسمع اسمع شو؟ طبعا عندي لك هيك اوكي اه تفضل احكي صبر انا عندي لك عرض كثير مرتب وقوي شو رايك تعمل معي دس على احمد احمد اه خليه يتفاجئ فيه احمد جد اسمع انا بجهز دس قوي جد يا حق دوري اهبده اه نهبده لابو الرب ثاني يا جماعه انتظرونا في الدس رح يجي على احمد شدينك اعطيني بيت صبر لا مش قدرت ابو الرب مش تقدر فيه وتعمل تحدي شكلك ما تعلمتش من دسامه